الزمالك الناحيه الثانيه. اه تعال نبص على الغرامات اللي على الزمالك في السنين الاخيره. هاتوا لنا الغرامات دي يا جماعه عشان دي برده ده رقم. ده رقم رقم يجيب لعيبه 100% كلاس ايه بقى، كلاس ايه بجد، اللي هو اللي بجد بالزبط. اللي هو هجيب لعيب ريال مدريد عادي ولا من تشيلسي، اللي هو هتلاقي 20 30 مليون جنيه مش بس في خمس مواسم، على مدار المواسم اللي فاتت. بص على الغرامات في اخر 10 سنين عامله ازاي. اسماء اقسم بالله ما فاكر ان هي لعبت في الزمالك. فاهم انت اهم حسام اشرف، محمد ابراهيم انا فاكرهم، خالد سعد فاكره، بنيامين اتشبونج، كريستيان جروس، خالد بوطيب. لعيبه انت ممكن فعلا ما تكونش فاكر. مدربين بالظبط كده. ومدربين انت ممكن تكون مش فاكر قوي. كل دي غرامات، كل دي غرامات على الزمالك. اقلب لسه الغرامات كتير جدا يعني. فانت بتتكلم على ان جيمي باتشيكو، معروف يوسف، حمدي النقاز، اليكس كوستا، ده المساعد مساعد مدرب يعني. بص عليه غرامه على مساعد مدرب. جونيور اجوجو، فاكر اجوجو توفى؟ بالظبط. اليكس موندومو، كريم حسن، كتير جدا يا جماعه. طيب تعال نبص على الرؤيه الرياضيه. احنا عندنا مثلا اتنين ناشئين ظهروا بشكل ممتاز في الفتره اللي فاتت اللي هما كانوا سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه. جه جوزالدو فريرا وطلع لك اتنين كويسين. حلو. الاداره الرياضيه الذكيه بتقول ان انا لازم اجدد للناس دي قبل بسرعه ما يتعرفوا. ليه؟ لان اول ما هيتعرفوا هيبقى هو بياخد 5 جنيه، رقم قليل جدا، والانديه الثانيه هتبقى بالنسبه له هيقول لك زي بيراميدز مثلا، هيقول لك سهل قوي ان انا اديله بدل الخمسة 10. ليه؟ لان انا مش ما دفعتش فيه حاجه، هو عقده انتهى. فانا زي كده اللي هو لاعب مجاني، فال10 دول هم الخمسه مرتبك، وخمسه كنت هشترك بيهم من النادي بتاعك. ايما لو انت كنت توقعت بقى كنت هتدفع 7 عادي بالظبط كده. بس انت عملت ايه بقى؟ انت ما اشتغلتش بشكل رؤيه اداريه. انت قلت لنفسك انا هسيبه لحد ما ينجح، ولو نجح ابقى اجدد له. طب اهو نجح ما عرفتش تجدد له. ليه؟ لان الانديه الثانيه هتدفع له ما يوازي كانهم هيجيبوه من عندك انت بفلوس. صح. انما انت مش هينفع تطلع 5 جنيه كانك هتشتريه من فرقتك. صح. فانت بالتالي هنا انت دمرت نفسك، انت عملت زي فيلم 4-2-4 لما اللعيبه الصغيره لعبت بعد الماتش لما كسبوا قاموا قايلين لك ايه؟ احنا كمان لينا طلبات. طبعا. انما لو كنت جددت للناس دي قبل ما يلعبوا الماتش ويكسبوا. بس هو مين اللي بياخد القرار؟ صاحب الرؤيه. صاحب الرؤيه ده هو اللي المفترض يعرف اللعيب ده هيوصل لحد فين. اخره ايه اللي هو بالمناسبه اللي انت كنت بتقول عليه من شويه، مدير رياضي.